السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة، حلق بسيط جدا وسهل بخرز المرمر. انا بحب اللون اللي هو اللبني ده، لون جميل قوي، لون حلو درجة من درجات الازرق. والحلق فيه شكل زي الهندي شوية كده، بعض حاجات من التراث الهندي. هنستخدم فيه الحلق، الجزء اللي هو بتاع الحلق نفسه، وخرز، وطبعا هنستخدم كمان دبابيس مختلفة هنا، وبعض الفواصل هنشوفها مع بعض. هنبدأ ان احنا نجيب الزرد اللي هو الحلقات اللي احنا متعودين عليها دي، اسمها زرد، وهنبتدي نفتحها باستخدام الزرادية، اتنين من الزرادية، وهنبتدي نحط فيها الحلقة بتاعت الحلقة الشنكل بتاع الحلقة، وهنقفلها عادي. دي اول حاجة هنستخدمها. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نجيب الخرز ونشتغل فيه. هنبتدي دلوقتي نجيب خرزة وفاصل، وبعدين الدبوس الأول هنحط فيه فاصل، وبعدين خرزة، وبعدين فاصل، وهنتنيه ونقص الزيادة. لو الدبوس طويل شوية هنبتدي نتني الدبوس الأول، تانية كده على جنب، وبعد كده ابتدي اتنيه بحيث ان انا هعمل فيه حلقة من فوق. هنتني الدبوس كده، وبعد كده هنعيده الناحية، هنقص الزيادة، وهبتدي اتنيه الناحية التانية، ناحية بحيث ان انا اعمل حلقة من فوق في الحلقة او في الدبوس ده الاول او مسمار، ممكن نسميه دبوس او مسمار زي ما نحب. بالطريقة دي هيبقى فيه حلقة من فوق. الحلقة دي هنبتدي ان احنا نركب فيها الزردة، وبالتالي هركب فيها نركبها في الحلق مرة تانية. هنكرر نفس الحكاية، نجيب دبوس فاصل، وبعدين الخرزة، وبعدين فاصل، ونتني الدبوس بحيث ان احنا نعمل حلقة من فوق.
ده هيكون الشكل النهائي للحلقة. اتمنى الفيديو يعجبكم، اذا عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.